خصنا نكونوا متفقين للمستقبل. احنا اولا زعما الحوار دائما مفتوح، وقلتها يومين من بعد ما النقابات قالوا بانهم ما كانوش راضيين، وجلست مع جلسنا مع السي شاكب بن موسى، مع السي سكوري، ودنا مع اجتماع مع يعني في مع النقابات، وقلنا بانه احنا مستعدين ان نجلسوا ونشوفوا، لانه كلهم ما كي ماشي كيقول لك هذا ما مزيانش كله، ولكن كيقول لك اودي يعني خصو تحسينات وخصو تجويد. دونك حنا مستعدين للتجويد، ولكن التجويد لابد نفهموا شي حاجه، انه الراس ديال هذاك الشيء كله اللي غادي يكون خصنا الجوده ديال التعليم. لا يمكن يعني نلقاو شي حل مع الاساتذه الا ما كانش واحد لا فولونتي باش تكون الجوده ديال التعليم. دونك هذه خصنا تكون مكتوبه بعينه واضحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.